السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم زكريا كالعاده. موضوع ان شاء الله جديد، هو موضوع هو كيفاش نختاروا الازواج ديال الطائر الحسون. عندي عده اناث وعندي عده ذكور، وبغيت نختار واحد الازواج بيناتهم، وبغيت يعني نقوم بعمليه التزاوج بين هاد الازواج هذو. هنا كما تلاحظوا هنا عندي ثلاثه الاناث، كاينه انثى الفوق وانثى تحت وانثى هي هنا. هذا في قفص كبير، تنقولوا حنا تنقولوا لي ديال الميترا. هنا الاخوان، وهذا ذكر، هذا ذكر، هذا الله يبارك، هذا انتاج 2019، الله يبارك، اول انتاج كان عندي، وهذا بقى عندي. يعني هنا اللي بغيت نوصل الاخوان ديالي، بحال دابا انا عندي هذا الذكر وبغيت نزوجو مع احدى هاد الاناث هادو، اش تندير؟ راه ما تنجيش مباشره وتنحط الذكر على النسوه، لا، تنعطيهم واحد الفتره. شنو هي ديك الفتره؟ كاين واحد الفتره تتسمى يعني تودد، او تتودوا لبعضياتهم، او تتقربوا لبعضياتهم. هاد التقرب بعضياتهم خصهم يعرفوا بعضياتهم. هنا الا كانوا عندي في مرحله غير الريش، مزيان تنحط الذكر مع الانثى، تيدوزوا مرحله غير الريش، حتى تيقربوا تقريبا الشهر، تقريبا خروج من غير الريش ودخول في مرحلة الراحة، نقدر ديك الساعة نفصل بيناتهم، وفي شهر جوج ولا شهر ثلاثة نجمع بيناتهم، ونقدر نخليهم مع بعضياتهم ويخدموا عادي جدا. يعني تعطيكم يعني جوج حوايج، ولكن بالنسبة لي الإخوة اللي سولتوني شخصيا أنا كيفاش نخدم، نقدر نخليهم في غير الريش، نخليهم في مرحلة الراحة، ولكن في مرحلة ديال شهر أواخر ديال شهر 12 ولا شهر واحد نفرق بيناتهم، نفرق بيناتهم ونخليهم تيبداو يغردوا مزيان، عا باش نجمع بعضياتهم. بغيت نخليهم مع بعضياتهم غيخدموا عاديين، عا كل واحد ولا شتي يرتاح. باش نكون واقعي مع الاخوان ديالي، يعني هذه تخدم لكم وهذه تخدم لكم. الانسان اللي يرتاح علاش يمشي عليها؟ انا علاش نفرقهم؟ باش يبقى عندي الامكانيه فين نقدر نخرجهم يتشمشوا، حتى لقاو لي في سيباراسيون ما عنديش كيفاش ندير، تنديرهم في قفاز بحال هادو، باش يبقى عندي الامكانيه باش نخرج نتشمشهم وندوش ليهم ونعلقهم. تنعلقهم هنا فقط بحال كنت معلقهم في هاد الشهر، هاد المسامرات دابا اللي كاينين هنا، هنا سيباراسيون ما تجينيش، هنا تندير هاد المسامرات وتنعلقهم فيهم تجيني مزيانه. هنا كما قلت الاخوان ديالي، يعني ودابا حاليا دابا عندي هاد الذكر هذا، وبغيت نزوجو مع احدى هاد الاناث هادو، ولكن باش نعرف ديك الانثى اللي عاد تبان لي انا خدامه، يعني عاد تخدم معاه وهاد المسائل، تنشد الذكر تنحطو هنايا، تنخلي تيدوز تقريبا النهار ديالو كامل هنايا، تيغرد مزيان مع العلم الذكر راه في الجهوزيه، الله يبارك. اش خاش مع التليفون تيخاف شويه، الله يبارك، كاينه الحريقه، ها هو تياكل الحريقه، وهما كاملين عطيتهم الحريقه كما تتشاهدوا، ها هي عندها الحريقه ديالها. هنا عندي كما قلت الاخوان ديالي، عندي الذكر وبغيت يعني نزوجو مع احدى هاد الاناث هادو، تنخليه نهار كامل ونخليه واحد الفتره. هو اش يدير الذكر؟ هنا الذكر تيبدا يغرد، الذكر تيبدا يغرد، وهنا الذكر من تيبدا يغرد ضروري وحده في هاد الاناث اللي عندها كما تنقولوا حنا دارت ولفات على حياه القفص، ولفات على حياه القصر، يعني صافي ولفات على المكان ديالها، هنا اوتوماتيكمون تدخل هي في التغريد، تبدا تغرد باش تجاوب هي وياه، تبدا تغرد هي ويغرد هو باش يتجاوبوا مع بعضياتهم. هنا انا خاصني نبقى يعني نتصنت ليهم ونعرف شكون اللي تتجاوب معاه، شكون اللي تتغرد معاه، ولا بلا ما نعرف شكون تتغرد معاه، شكون اللي فيهم اكثر تغريد، يعني غادي في الجهوزيه. ملي تنقولوا اكثر تغريد راه ابواب الجهوزيه، لان يعني من علامات الجهوزيه الطائر تيغرد، والانثى هي تدخل في التغريد، ملي تكون في الجهوزيه تدخل في التغريد. حنا ما نشوفوا لا منقار، ما نشوفوا لا رجلين، ما حنا في البدايه دابا غنختاروا، باقيين الطويرات عندنا ما جاهزوا ما والو. كما قلت الاخوان ديالي تنحطهم. دابا انا حاليا اكتشفت واللي لاحظت ان هاد الاناث كاملين، كاينه هاد الانثى الله يبارك، هادي راه عندها 4 شهور، شهر 11، هادي اللي كانت مع الاخوان ديالها، راه حيدتهم بعتهم وبقات هيايا، وكاين وحدين اخرين عطيتهم لواحد الاخ خليتهم عنده. هادي اللي بانت لي اكثر تغريدا واكثر يعني نشاطا، هانتوما كما تلاحظوا، وكاركتر ديالها زوين وما تتخافش مني بزاف، يعني تنحط ليها الكودي ديالها هو هنايا، تنحط فيها شي بودور
تجي تبدا تاكل حدايا ما تخاف من والو. هادو تا هما مزيانين ماشي ما مزيانينش، وانما هادي عجباتني صراحه، انا عجباتني بغيت نلاقاها معاه، بغيت نزوجها معاه. دابا هنا كما قلت الاخوان ديالي هنا ديجا تيعرفوا بعضياتهم، تتشوفوا تيشوفها سمعات وسمعها راه مده اسبوع وانا حاط بهم بعضياتهم هنا باش نعرفوا انهم يعني ازواج، يعني الانثى خصني نشوف الانثى انا واش الكاركتير ديالها واش غيبغي يعني عتقدر تخدم ولا ما تخدمش. اما الذكر انا عارف والله يبارك، يعني الذكر ان شاء الله باذن الله عز وجل يخدم. وانت اللي باقى جديد عند 4 اشهر يعني في شهر 11 خديتها عند 4 اشهر، يعني خاصني نعرف الكاركتير ديالها وهاد المسائل. انا نوضعهم حدا نوضعو حداها ونبين الاخوان شي حوايج، يعني شوفوا دابا بيني بينا واحد المترو تقريبا، واحد المتر ديال المسافه مترو، وها هي واقفه حداك، وهنا تشوف الطائر تيبدا يخرج في ذاك الريش ديالو وبدا ينفخ في الريش ديالو، صافي راه لقى الامان. وهادو من الحوايج اللي خص يركز عليهم المولوع، يعني خص يعرف حتى الكاركتير ديال الطيور عنده باش يعرف تبارك الله فين وصلوا. كما تنقول انا نحط ذكر حداها وانا معكم. هنا الاخوه كما تشوفوا الله يبارك انا حطيتهم معايا دابا او وحداها، شوف الله يبارك وراه كما قلت لكم راه داخل في الجهوزيه او داير قص عليها. هي شو التصرف ديالها كي داير، تتبان لينا عاديه بارده ما تتحرك ما والو، فهمتونا اخوان؟ نتمنى الصوره تكون دابا انا خارج من على برا وتنصورهم باش يعطوني الكاركتر ديالهم مزيان، حيت اللي كانت تي حداهم هذه الانثى باقا جديده غاتبينش الكاركتر ديالهم مزيان. هنا تنشوفوا الذكر انه تيرقص عليها، يعني لا عايشوا بحال هكا. دابا اش غايقول لك؟ غايقول لك الذكر صافي كاين القبول، باغي النسوه قابل عليها، ولكن هي باقا ما رقصاتش عليه، يعني راه ما قابلاش عليه. وهذا هو الغلط اللي طاحوا فيه الاخوان بزاف الاخوان. تنهضر معكم خويا خالد تجربه الاخوان، تنهضر معكم خالد تجربه بسيطه ديال خوكم زكريا. هنا تنشوف الانثى واقفه بحال هكا، تنقولوا قال النسوه راه بارده، النسوه راه ما خداماش. لا النسوه دابا هنا فايت حطاتو على المره الاولى البارح وحطاتو دابا. دابا النسوه البارح دارت معاه واحد الطقوس، يعني شطحات عليه وهاد المسائل وغتشطح عليه حتى دابا ان شاء الله قدر تعطينا واحد، يعني هي تخرج دابا هي من الحاله ديال هنا كما تنقولوا تتعرف عليه، تتشوفو مزيان، تتصنت ليه، تدير من بعد عاد باش تولي عندهم واحد. انا يعني طائر الحسون راه ماشي هو طائر ديال الباجي ولا تيجي وتيتلاصقوا مع بعضياتهم ويبقاو يتواكلوا ولا لا، راه يقبل لك تيتواكل معاه دابا شويه تبان لك تيبزط عليها تيضاربو ويا. وهذا هو اللي نقدر نشوفوه دابا، ها هو دابا ترقص عليها، تقدر تقرب عليه هي يبدا يقزقز عليها. هنا تيقول لك الطائر راه ما قبلش بها، جات عنده قزقز عليها. لا راه الطقوس ديال الطائر الحسون هو هكا، هو اغريسيف مع بعضياته، هو راه كان التريطوار ديالو بحال كما تنقولوا القفص ديالو، ما يبغيش اللي يوصل ليه. مجرد ان النسوه تتوصل ليه ولا هادي تبغي تقرب ليه جات الماكله تيبدا يقزقز عليها ولا تيبزط عليها. وهنا المولوع تيقول واقيلا ما قبلش بها ولا ما قبلتش به. هنا انتما شكون تتشوف؟ شوف هي عندها داك حب الفضول، خاصها تجي وتشوف شكون هويا وعترقص عليه، لان البارح حطيت مع وديتهم بداو يرقصوا له. هذا هو التغريد التزاوج، تسمى رابيل شالور، هو هذا تغريد التزاوج، يعني الطائر باغي يلقح كما تنقولوا. ولكن هنا واحد النقطة باش نشير ليها، أنا هذكر مكرهش نخشيه معاها دابا وما عنديش مشكل نديرو معاه، ولكن الإشكال اللي عندي هو أن الذكر عايش وسط المنزل. هاهو راه هيج هيج الله يبارك باغي يلقح. هنا هذا هو اللي بغيت نوصل لكم، هاهو هنا أو بدا يتودد ليها وهي بدات تودد ليه، بدات تجي عندو وهو بدا يجي عندها. يعني هنا نعطيكم أنا تقريبا واحد 80% ديال القبول. هانتو شوف هاهو قزقز عليها، هي جات عندو وقزقز قزقز عليها، يعني إلا شفنا بحال هكا غنقولو أو واقيلا هاد الكرة ما باغيش هاد النسوة. لا راه هو الكاركتر ديال طائر الحسون هو هكا، راه تيبان تخشي دابا يبان لك تابع مضاربين مقاتلين. علاش؟ هو باغي يلقح لأنه حس براسو وصل، وهي باقا ما كوناش كعنقود البيض، باقا ما وصلاتش، ما تريحش ليه بطبيعة الحال، ما تريحش ليه، عاد تهرب منه. لا شاف شي مولوع ولا شي مبتدئ يقول لك راه ما قابلاش بيه وهربانه منه. لا غنصبروا عليه، هذيك تقدر تعطيها واحد 20 يوم تكون عنقود البيض، الله يبارك تخدم. هذا الإشكال علاش ما بغاش نحطه معاها دابا؟ لأنه كما قلت الإخوان ديالي عايش وسط المنزل،
يعني وسط الدار، وهي هذه عايشه في هذه الغرفه الصغيره اللي كاين فيها نافذه، وهذيك النافذه تنخليها محلوله بالليل. يعني ان الانثى راه مولفه درجه البروده ومولفه هذه المسائل. ذكر ما مولفش درجه البروده، ذكر تيعيش وسط الدار. هذا هو القدر الخطا اللي قدر ندير اللي شديته وحطيته معاها. وبالليل يعني هو باقي الحال بارد وبرد عليه، هو الجسد ديالو قدر يصبح ليا مريض ولا يصبح ليا ميت، وغالبا مريض. علاش؟ لان الطائر من تيكون في الجهوزيه ديالو ولا في الحموه ديالو، سمعوا هذا اللفظ هذا الحموه، يعني جايه من شي حاجه سخونه، تيكون الذات ديالو سخونه بزاف. يعني هنا لا خرج ولا حطيته معاها وخليته معاها قدر يتصاب ليا مرض جهاز التنفسي لا قدر الله، ولا يتوفى ولا هاد. باغي نصبر عليه واحد شويه، باقي الحال دابا حنا يلاه في الاواخر ديال شهر جوج، يعني شهر اثنين اواخر ديال شهر اثنين، يعني نصبر عليه واحد 15 يوم ولا 20 يوم على ما يسخن شويه الحال ويدخل لنا علامات الربيع، ما يبقاش هذا البرد بالليل. وهذيك الساعه ماشي مشكل، نحطوا معاها ونتوكلوا على الله، نديروا لها العش ديالها وغنتقاسم معاكم هنا. ها انتم كشوف تشوف صافي دابا هنا راه نقدر نقول لكم عالم القبول كما قلت لكم 80%. صافي ما مازال البارح راه قشقج عليها هو المساء، اليوم راه ما دار والو وهي قربات لي بزاف، وخا ما شطحات عليه ما والو. يعني هنا ما عنديش مشكل، ولكن شكون اللي غيخدم لي الكاركتر ديالها؟ راه هو الذكر. دابا الذكر هو اللي تيخدم لي الكاركتر ديالها، تيخدم لي يعني النفسيه ديالها، انها باش تدخل في التزاوج تيبان لها طاير واجد، تيبان لها قفز كبير، تيبان لها الماكله متنوعه، حبوب متنوعه، تيبان لها الحريقه، تيبان لها هاد المسائل، تيبان لها المربي ديالها ما تيشدهاش، ما تنبرزطهاش، تنقدر نشوفهم جوج مرات في النهار، ما كاينش مشكل، يعني عادي جدا. هنا غنمشي معاهم ان شاء الله غيسخن الحال، ونحطهم مع بعضياتهم ونتقاسم مع الاخوان ديالي. هذه هي الطريقه كيفاش خوكم زكريا تنختار الازواج ديال الطائر الحسون. انا كما قلت لكم الاناث اللي يدخلوا في الكلام يكون عندهم كاركتر زوين، تبداو يولفوا على حياه القفص شويه، ونجيب لها شي ذكر اللي يكون داصر حتى هو شويه، ما يكونش ذكر اللي خواف كما تنقولوا، لا اللي يكون ذكر حتى هو داصر وزاعم باش يزعم. حتى هي ديما تنديروا بحال دابا عندي النسوه زاعمه ولا النسوه داصره عليا، وخا ندير لها ذكر شويه في الخوف عتقادو كما تنقولوا. صافي هو عتشوفو عيشوفها هي تتجي عندي تتاكل من اللي يدي ولا تتاكل ما خايفاش مني، هو صافي تيبدا يعقل بشويه بشويه. واحد تيأثر في واحد، ولكن غالبا هذاك اللي عاقل تيأثر اللي فيه الخوف. وهذه بالحكم التجربه ديال خوكم زكريا البسيطه البسيطه جدا. وهاي كما قلت الاخوان ديالنا راه ديرهم هنايا هانا هما هادو الله يبارك. وهذا الشيء اللي كاين، كاين شي سؤال شي استفسار مرحبا ألف مرحبا، والله يبارك للجميع وموسم موفق للجميع. طوطو اش كاين؟ اشناهو؟